يعني أولا أنا مبسوط إن أنا هنا في مؤتمر الناشرين العرب، وإحنا شايفين إن النشر قضية أصلا، قضية مش قضية نوع من الطرف. أصلا النشر دلوقتي في ظل الإرهاب ومواجهة الإرهاب، النشر دلوقتي ضرورة، وأصبح بدون ما نؤكد على قيمة المعرفة، أصبح الآن إحنا محتاجين إلى محتوى أصيل. بالنسبة للناشرين التونسيين متنفسهم الحقيقي، لاعتبار أنه 80% فنقول على الأقل من كتب التونسية كتب باللغة العربية، يوجد أيضا نشر باللغة الفرنسية وهو نشر مهم، ولكن الآن بدأ يتدعم بالحضور مثلا في معارض دكار، في معارض الذهاب إلى أفريقيا، في طبعا موجودين نحن في صالون باريس. والمبدع يعني لا يأخذ، لا يعطي بالا للشروط، هو في حرية تامة. طبعا أنا لست مع التسيب. يجد الأب يقرأ، الأم تقرأ، عنده مكتبة في البيت، هون طبعه تبدأ في صناعته، بعد يتعدى للمدرسة، في المدرسة يجد يعني حصص للمطالعة، يجد يعني تحفيز على القراءة، على المطالعة، يعني هون يرجع دور الدولة. هو الكتاب سهل تنقله إذا كان في إطار معارض، أما أنك أنت تتعامل مع مكتبات في بلد آخر فهذا أمر مستحيل. بتصور نحن أمام رؤية جديدة، رؤية مستقبلية لتدعم وتخدم جيل المستقبل، وتدعم وتخدم أيضا القراءة في العالم العربي. هل تعرف أن ما هي، هل تتساءل اليوم عن وضعية الكتاب ووضعية النشر في ليبيا، ليبيا الجارة لتونس؟ يعني هذه من المشاكل في الحقيقة التي كان يجب أن يضعها الاتحاد على عاتقه. الاتحاد يعني للأسف كرس صورة الناشر التاجر أكثر من الناشر صاحب الموقف والمثقف والملتزم بالقضايا، القضايا العربية، القضايا المعاصرة، القضايا الراهنة. وشكراً.